بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم ان شاء الله عن المورفين، وده وان اوف البلانت بويزن، واحد من البلانت بويزنز اللي هي التوكسنز او السموم المستخلصه من نباتات طبيعيه. اول حاجه هتكلم عن السورس بتاعه، بيقول لي ان هو وان اوف الاوبيوم الكالويد، مجموعه الاوبيوم الكالويد. ماشي، الاوبيوم ذات نفسه بجيبه منين؟ من الكبسول بتاع البابافر سيمينافروم. طب هنرجع تاني لمجموعه الاوبيوم الكالويد. مجموعه الاوبيوم الكالويد بقسمها مجموعتين، هيبنوتيك جروب وكونفالسنت جروب. هيبنوتيك جروب زي المورفين والكودايين والناركين، كونفالسنت جروب زي الناركوتين والسيباين والبابافرين. يبقى دي اول نقطة عندنا. انا دلوقتي عاوزة اتكلم عن المورفين. عرفت ان هو وان من الاوبيوم الكالويد، مجموعة الاوبيوم الكالويد دي قسمتها مجموعتين، هيبنوتيك جروب وكونفالسنت جروب، وقلنا امثلة على كل حاجة، والامثلة دي يعني ممكن تكون مهمة في الشفويات. هندخل بقى على المهم. اول حاجة الميكانيزم اوف الاكشن، انا قلت ان هو واحد من الاوبيوم الكالويد، يبقى بيشتغل ازاي؟ عن طريق ان هو يشجع الاوبيويد ريسبتور. طب ايه هي الاوبيويد ريسبتور موجودة في السي ان اس والجي اي تي؟ الاوبيويد ريسبتور دي زي الميو والكابا والسيجما ريسبتورز. ماشي، وهنقول كل واحد فيهم ايه الايفكت بتاعه. يعني اول حاجة الميو ريسبتورز، الميو ريسبتورز دي لما بتشتغل ايه هو الايفكت بتاعها؟ لما بتشتغل بتعمل الايفكت الطبيعي بتاع المورفين، او الايفكت المطلوب منه اللي احنا بنديه علشانه. يعني احنا مثلا كدكاترة بنديك انالجيزك عشان يعمل انالجيزيا، الادكت بياخده عشان يعمل ايفوريا، وبيعمل كمان ريسبيراتوري ديبريشن، يقلل الموتيليتي بتاعت الجي اي تي، يقلل الهارت ريت ويعمل براديكارديا، وهكذا. يبقى ده اول حاجة عندنا اللي هو الميور سيبترز، بتعمل الافكت الطبيعي بتاع المورفين او الافكت المطلوب من المورفين. ايه هو الافكت ده؟ الدكاترة بيدوه كانالجيزك مسكن، الادكت بياخدوه عشان يعمل ايفوريا، وبيعمل سايد افكت تانية، حاجات تانية يعني، اللي هو ريسبيراتوري ديبريشن، يقلل الموتيليتي بتاعة الجي اي تي، يقلل الهارت ريت، وهكذا. يبقى دي اول حاجة. تاني حاجة الكابا ريسبتورز، الكابا ريسبتورز لما بتشتغل ايه هو الافكت بتاعها؟ الافكت بتاعها بتبدأه بسباينال انالجيزيا، انالجيزيا نوعها سباينال، وبتنهيها بسيديشن اب تو كوما، وفي النص الافكت غالبا على الفيس، يعني على الاي مثلا مايوزز اب تو بين بوينت بيوبل، على الريسبيراتوري كاف سبريشن، على الجي اي تي فوميتنج. ماشي، يبقى ده كده الايفكت بتاعها على الكابا ريسبتورز. الايفكت بتبداه بانالجيزيا سباينال انالجيزيا، بتنهي بسيديشن اب تو كوما، وفي النص الايفكت غالبا على الفيس. ماشي، تالت حاجة السيجما ريسبتورز، السيجما ريسبتورز دي لما بتشتغل بتعمل الايفكت العكسي للمورفين، اللي هو بارادوكسيكال ايفكت اوف المورفين. ما كانش العشم وانا بدي المورفين ان هو يعمل كده، انا مش مديه المورفين اصلا عشان يشجع السيجما ريسبتور. طب ايه هو الايفكت ده؟ تاكيكارديا وكونفولجن وهالوسينيشن. طب امتى المورفين يشجع السيجما ريسبتور؟ بيقول لي ده خاصه في التشيلدرن وان سمول دوز. ماشي، يبقى ده كده اول حاجه عندنا اللي هو الميكانيزم اوف الاكشن. ماشي، نفتكر ان هو واحد من الاوبيوم الكالويد، يبقى بديهي بيشتغل على الاوبيويد ريسبتور اللي هي الميو والكابا والسيجما. الميو بيعمل الايفكت الطبيعي بتاع المورفين، السيجما بيعمل بارادوكسيكال ايفكت اوف المورفين، والكابا اللي بيبداها بسباينال انالجيزيا بينهيها بسيديشن اب تو كوما، وفي النص الايفكت بتاعه غالبا على الايه؟ على الفيس. ماشي، وما ننساش السيجما ريسبتور دي بتشتغل في التشايلد وفي السمول دوز. ماشي، في الحاله دي لو انا مديها المورفين اللي سواء التشايلد اخده او مديها بجرعه صغيره، هيشجع السيجما ريسبتور ويعمل البارادوكسيكال ايفكت اللي هو ايه؟ الكونفولجن والهالوسينيشن والتاكيكارديا. ماشي، طيب تاني نقطه نتكلم فيها الميكانيزم اوف بويزنينج. زيه زي اي توكسين تاني، طريقه التوكسيستي بيه اكسيدنتال او سويسيدال او هوميسيدال، لكن هنا الاكسيدنتال هو الاكتر، هو المور كومن. ازاي؟ يا اما اكسيدنتال انجيشن ما بين الاطفال، او اوفر دوز جرعه زياده، جرعه زياده يا اما مثلا الادكت اكسيد اليوجوال دوز بتاعته، او جرعه زياده مثلا خلال الثيرابيوتيك يوز. ماشي، زائد اخر حاجه عندنا
اللي هو السيلرز والسماجلرز، المهربين. المهربين ازاي بيدخلوا في اكسيدنتال توكسيستي؟ المهربين بتوع المخدرات او كده، الفكرة ايه؟ وهما مثلا بيعدوا المطار او كده، هما عايزين يعدوا المخدرات دي، فبيعبوها مثلا في باكتس، في اكياس كده، ويبلعوها او يحطوها مثلا في بادي كافيتي زي الريكتم والفاجينا ومش عارفة ايه، لحد ما يعدوا بيها المطار او اي مكان فيه رقابة يعني، وبعدين يخرجوها تاني باللافاج مثلا او اي طريقة تانية او كده، ماشي. طب لو الباكت ده حصل له رابشر، فهيدخله في توكسيستي، اكسيدنتال توكسيستي، ماشي. يبقى دي كده اول طريقة عندنا اللي هو الاكسيدنتال توكسيستي. تاني حاجة سويسيدال، اللي هو الانتحار. بيقول لي ده بريفيرد، يعني هو بيفضل كطريقة للانتحار. ليه؟ لانه بيعمل كوما قبل الدس، ماشي. طب اخر حاجة الهوميسيدال، القتل. بيقول لي رير بقى، نادرا ما حد بيستخدمه في طريقة للقتل يعني. ليه؟ لان له لون وطعم وريحة، بلاك كولر وكاركترستيك اودر وفيري بيتر تيست، وطعم لاذع جدا، ماشي. يبقى دي تاني نقطة عندنا، المود اوف بويزنينج، اكسيدنتال او سويسيدال او هوميسيدال. اكسيدنتال ده المور كومن، ماشي. السويسيدال بريفيرد لانه بيعمل كوما قبل الدس، الهوميسيدال رير لان له لون وطعم وريحة، ماشي. تالت حاجة هنتكلم عنها التوكسيك اكشن اوف المورفين. التوكسيك اكشن ده بقسمه تلات حاجات، شوية انهيبيشن وشوية استيميوليشن واذرز. انهيبيشن لايه؟ انهيبيشن لكورتكس وتلاتة سنتر، الكورتكس اللي هو السيريبرال كورتكس، وتلاتة سنتر اللي هو الريسبيراتوري سنتر والكاف سنتر والفازوموتور، ماشي. طيب شوية استيميوليشن، استيميوليشن لاتنين سنتر وفي النص زون، ماشي، اللي هو الفيجال سنتر والكونستريكتور بيوبيلاري سنتر، وفي النص الكيموريسبتور تريجر زون، ماشي. زائد الأذرز بقى اللي هما الهايبوثيرميا والكونستيبيشن، وهنتكلم عن كل واحدة بالتفصيل بقى. أول حاجة الانهيبيشن، انهيبيشن لكورتكس وتلاتة سنتر، الكورتكس اللي هو السيريبرال كورتكس خاصة السنسوري اريا، فبيعمل انالجيزيا وهيبنوزز، استيت لايك سليب، حاجة كده شبه النوم، ده بسميه ناركوزز، وده جالنا كتعريف في السنة اللي فاتت يعني في الامتحان، ماشي. يعني قلت ان هو بيعمل انهيبيشن لكورتكس وتلاتة سنتر، السنتر بقى الريسبيراتوري سنتر والكاف سنتر والفازوموتور سنتر، ماشي. انهيبيشن للريسبيراتوري سنتر، فكده بيقلل السنسيتيفيتي بتاعته للسي او 2، ماشي، فكده بيتراكم السي او 2 يعمل سلو اند ستورشواز بريسنج، ماشي. طيب انهيبيشن للكاف سنتر فيعمل سبريشن للكاف، الفازوموتور سنتر فيؤدي الهايبوتنشن. بس خلي بالك بقى، الفازو موتور سنتر الافكت عليه مش دايركت، لا ده سكندري للهايبوكسيا اللي سببها ان انا ضربت الريسبيراتوري سنتر، ماشي. يبقى دي اول نقطة عندنا اللي هو انهيبيشن، انهيبيشن لكورتكس وتلاتة سنتر، الكورتكس السيريبرال كورتكس خاصة السنسوري اريا فيعمل انالجيزيا وهيبنوزز، السنترز بقى الريسبيراتوري سنتر فيعمل سلو اند ستورشواز بريسنج، الكاف سنتر فيؤدي سبريشن للكاف، الفازو موتور سنتر ده سكندري هو للهايبوكسيا فيؤدي الهايبوتنشن، ماشي. طيب تاني نقطة عندنا استيميوليشن، استيميوليشن لاتنين سنتر وما بينهم زون اللي هي الكيمو ريسبتور تريجر زون، استيميوليشن للفيجال سنتر فيؤدي الى سلو بلس، سلو اند فول بلس، ماشي. البيوبيلاري كونستريكتور سنتر فيعمل كونستريكتد بيوبيل اب تو بين بوينت بيوبيل، ماشي، وبيشجع كمان الكيمو ريسبتور تريجر زون فيعمل نوزيا وفوميتنج، ماشي. يبقى دي تاني نقطة عندنا، بيعمل استيميوليشن، ماشي، الاتنين سنتر وفي النص زون، الفيجال سنتر يؤدي لسلو اند فول بلس، الكونستريكتور بيوبيلي فيعمل بين بوينت بيوبل، والكيمو ريسبتور تريجر زون فيؤدي الى ايه، نوزيا اند فوميتنج. زائد بقى الاذرز، الاذرز عندنا اللي هم ايه، الهايبوثيرميا والكونستيبيشن، وهنفسر كل واحده فيهم بتحصل ازاي. اول حاجه الهايبوثيرميا، ازاي بيعمل هايبوثيرميا؟ ان هو بيقلل البيزل ميتابوليك ريت، كده بيقلل الميتابوليزم بتاع الجسم، ما عادش بيحرق، ما عادش فيه حرق، فكده ما عادش بيطلع حراره، ماشي، فالمفروض يحصل هايبوثيرميا،
فدرجة الحرارة بتقل. لكن اللي بيحصل عندنا الطبيعي يعني ان هو لما درجة الحرارة هتيجي تقل فالهيت ريجوليتنج سنتر اللي في الهايبوثالاموس بيحاول ان هو بالانس الموضوع ده عن طريق جزء فيه اللي هو الانتي دروب ديفيجن، فبيحاول ان هو يعمل بالانس ويمنع ان يمنع حدوث الهايبوثيرميا. لكن في حالة الاوبيويد توكسيستي، الاوبيويد توكسيستي ده بيروح يعمل انهبيشن للانتي دروب ديفيجن ده، فبيمنع حتى البالانس اللي الجسم بيحاول يعمله. يبقى من ناحية قلل البيزال ميتابوليك ريت، ومن ناحية تانية راح ضرب الهيت ريجوليتنج سنتر، الانتي دروب ديفيجن اللي في الهيت ريجوليتنج سنتر، ماشي. فبيحصل هايبوثيرميا. يبقى دي كده ايه اول نقطة عندنا اللي هي الهايبوثيرميا. تاني حاجة الكونستيبيشن. كونستيبيشن ليه بقى؟ على الجي اي تي بيعمل ريلاكسيشن للول وكونتراكشن للسفنكتر، زائد كمان هو بيقلل الجلانديولار سيكريشن، ماشي. يبقى دي كده الاثرز اللي عندنا، الهايبوثيرميا والكونستيبيشن. عرفت الهايبوثيرميا ازاي؟ بيقلل البيزال ميتابوليك ريت من ناحيه، ومن ناحيه تانية يروح يضرب الهيت ريجوليتنج سنتر، الانتي دروب ديفيجن اللي في الهيت ريجوليتنج سنتر، فيمنع البالانس اللي الجسم بيحاول يعمله، ماشي. فده بيؤدي لحدوث الهايبوثيرميا. طيب الكونستيبيشن، كونستيبيشن ازاي؟ حصل ريلاكسيشن للول وكونتراكشن للسفنكتر، زائد كمان هو بيقلل الجلانديولار سيكريشن، ماشي. يبقى ده كده التوكسيك اكشن بتاع المورفين عامه، ماشي. قسمته 3 حاجات، ماشي، شويه ستيميليشن وشويه انهيبيشن، ماشي، واذرز. الاستيميليشن لكورتكس وثلاثة سنتر، الكورتكس السيريبرال كورتكس، والسنترز بقى الريسبيراتوري سنتر والكاف سنتر والفازوموتور سنتر، ماشي. طيب استيميليشن الاثنين سنتر وفي النص زون، الفيجال سنتر والكونستريكتور بيوبيلاري سنتر اند الكيمو ريسبتور تريجر زون، والاذرز بقى اللي هما الهايبوثيرميا والكونستيبيشن. هندخل بقى على الكلينيكال بيكتشر. الكلينيكال بيكتشر اوف المورفين توكسيستي بقسمها ستيجز، ثلاث مراحل، ثلاثه ستيج على حسب الدوز. اول حاجه ستيج اوف اكسايتمنت، ده لو الدوز صغيره شويه. تاني حاجه ستيج اوف ديبريشن، والثالثه ستيج اوف النركوزز او المورفين كوما. وهنا بوصف المورفين كوما. اول حاجه ستيج اوف اكسايتمنت، ستيج اوف اكسايتمنت ده لو الجرعه صغيره شويه، واحنا اتفقنا لو الجرعه صغيره يبقى هيشجع السيجما ريسبتور، يبقى في الاكسايتمنت بشجع السيجما ريسبتور، ماشي، بشجع السيجما ريسبتور. فبتعمل ايه الايفكت بتاعها؟ بقسمه ادلت وتشايلد. الادلت ايفوريا وسنس اوف ويل بينج، هالوسينيشن وتاكيكارديا، ده كله بسبب تشجيع السيجما ريسبتور، ماشي. طب في التشايلد كونفولجن مي، اوكي ممكن يحصل كونفولجن، ماشي. دي اول ستيج عندنا اللي هي ستيج اوف الاكسايتمنت، ده امتى؟ ده لو جرعه صغيره. طب لو كبيره شويه ستيج اوف ديبريشن، ستيج اوف ديبريشن سببها ان انا شجعت الكابا ريسبتور، يبقى ديبريشن، ديبريشن يبقى شجعت الكابا، كابا ريسبتور، ماشي. بيقول لي ان ايه اللي بيحصل بقى في المرحله دي؟ بيقول لي جرادوالي البيرسون، بيقول لي ان الشخص ده جرادوالي مزاجه بيتقلب، ديسفوريا، نوزيا، ديس اورينتيشن، دراوزنس وسليب وسيديشن، وهكذا، ده كله بسبب تشجيع الكابا ريسبتور. طب لو جيت ابص في عيني البيوبل هلاقيها كونستريكتد اب تو بيم بوينت بيوبل، ماشي، والاقيه قاعد عمال يهرش كده، السكين ايتشنج بسبب خروج الهستامين. لكن لما اشوف البلس والريسبيريشن هلاقيهم نورمال، ماشي. يبقى دي تاني حاجة ستيج اوف ديبريشن سببها تشجيع الكابا ريسبتور، ماشي. عرفت الشخص جراديولي مزاجه بيتقلب، ماشي، ديس اورينتيشن بقى وديسفوريا ونوزيا وديس اورينتيشن وسليب وسيديشن والحاجات دي كلها اللي هي بسبب تشجيع الكابا. ولما ابص في عينيه هلاقيها بين بوينت بيوبل، ابص عليه كله قاعد عمال يهرش، ماشي، اتشنج يعني السكين بيكون اتشنج، لكن البلس والريسبيريشن نورمال. هدخل بقى في المرحله الثالثه اللي هي ستيج اوف ناركوزز، المورفين كوما. وهنا انا بوصف المورفين كوما، اهم حاجه ان هي ديب كوما، ماشي. بيقول لي بقى كوما يبقى المصل هتبقى ريلاكسد والريفلكسات بتضيع. لما اشوف الفايتال ساينز البيوبل بين بوينت بيوبل وفيكسد، ماشي، الريسبيريشن سلو بيبقى بطيء جدا، ممكن يوصل من 2 لـ 4 في المينت في الدقيقه، وستورشوس ممكن يوصل لكاين ستوب بريسنج، ماشي. وبعدين بعد كده التمبريتشر هايبوثيرميا وكولد كليم سكن، البلس سلو اند فول، ماشي.
وبعد كده البلاد بريشر الضغط بتاعه هلاقيه واقع. وبعدين هاخد البيشنت اللي في كوما ده، هاخده من فوق لتحت بقى، الاول كده على مستوى الاي الكونجكتيفا هلاقيها انجكتد، طب على المستوى الريسبيراتوري هلاقيه مزرق سينوزز ماشي، وفي رغاوي فروس خارجه من بقه، رغاوي خارجه من بقه فريس كامينج من الماوس ماشي. هنزل تحت لحد الابدومين هلاقي ابدومينال ديستنشن كونستيبيشن يورين ريتنشن ابسنت باول ساوند ماشي. البيشنت كله بقى كده على بعضه ممكن يحصل ديس في الاخر من السنترال اسفيكسيا ماشي. يبقى دي يعني الكلينيكال بيكتشر اوف المورفين توكسيستي، قسمتها 3 ستيجز على حسب الدوز، لو جرعه صغيره شويه ستيج اوف اكسايتمنت ماشي، اكسايتمنت افتكر ان هي اكسايتمنت يتشجع السيجما ريسبتور، لكن الستيج اوف ديبريشن ديبريشن يبقى سببها تشجيع الكابة، وفي الاخر بقى المورفين كوما اللي احنا وصفناها بقى. اهم حاجه ان هي ديب كوما، وعرفت الفيتال ساينز بتيجي ازاي، وبعد كده هاخد البيشنت اللي في كوما ده من فوق لتحت ماشي. طب ازاي اشخص حاله مورفين توكسيستي؟ انا عندي مثلث التشخيص هيستوري واكزامينيشن وانفستيجيشن. هيستوري اكيد هيستوري دراج انتيك مثلا او ادكت او كده. اكزامينيشن بلاقي عنده ترياد، واحد جاي لي في كوما وسيانوزز مزرق ريسبيراتوري ديبريشن، وما اجي ابص في عينيه هلاقي بين بوينت بيوبل ماشي، ولو جيت اديله نالوجزون هلاقي دراماتيك ريسبونس للنالوجزون. يبقى كده ازاي اشخص حاله مورفين توكسيستي؟